أهلا بكم كل أعزائي المشاهدين والمتابعين أهلا بحضراتكم من كل مكان في العالم ومن كل مكان في الوطن العربي ومن كل مكان في الدول العربية الحبيبة والشقيقة وكل الدول الإفريقية أه هنتكلم النهاردة عن موضوع خطير جدا موضوع يمكن مؤثر في العالم أديله داخل على سنتين وهو الحرب الروسية الأوكرانية ايه التطور اللي فيها واحنا في ظل الانشغال الغير عادي انشغال بسبب الكوارث الطبيعيه بسبب الزلازل بسبب متابعه العواصف والاعاصير بسبب الامطار ودرجات الحراره القادمه اللي هتقل كمان مشغولين بسبب واحد اسباب هذه الحرب وهو ضيق العيش وضيق المعيشه والاسعار والتضخم كل هذا احنا في حاله كبيره جدا من الالهاء حتى ابتدت دخول المدارس وبدايه الدراسه في معظم الدول العربيه والناس لقت فوجئت باسعار غير عاديه للكتب ومستلزمات المدارس والسبلايز وكل ده إيه إيه يعني الناس مش عارفه تعمل ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه فبداوا يسيبوا الحرب الروسيه الاوكرانيه ومحدش جريان ماذا تم ولكن في الحقيقة ان الحرب الروسية الاوكرانية تتخذ منحى جديد تقريبا كده روسيا قالت كفاية بقى استنزاف وكفاية عمالة تحوط من هنا وتضرب من هنا وتعمل من هنا ولكن شكل فيه قرار خطير جدا جدا خدته روسيا وهي اه يعني اقتحام كييف اه او دخول العاصمة الاوكرانية كييف واحتلالها بقى خلاص فماذا يحدث الان في روسيا وما اه سيحدث خلال الايام القليلة القادمة معنا تقرير مهم جدا جدا ولازم تسمعه وحاول تركز فيه ويلا بينا نبدأ نشوف إيه التقارير والأخبار اللي معانا، قبل ما نبدأ يا جماعة بفكركم إن إحنا دايماً الأيام اللي داخلين عليها أيام صعبة، فياريت نقول اللهم نستودعك الأرض ومن عليها وتقولها وأنت بكل قوة وإيمان وإرادة، مش إن بتفكر تكتبها ولا لا لان كونك إنك تفكر تكتب هذه الجملة ولا لا فهذا الشيطان يجعلك ايه ترفض مش هتخسر حاجه لو كتبت الكلمه يمكن تكسب من وراها ثواب كبير يمكن تكون فتحه خير عليك فايه لو ايه المانع انك تكتب اللهم انا الارض ومن عليها كمان ما تنساش دعم القناة احنا بنتعب جدا 24 ساعة عشان نجيب لك كل التقارير وكل الاخبار الموثقة بالتواريخ بالمواقع بكل شيء والحقيقة في كل مكان بنبحث عنها فاريت تراعي هذا المجهود الرهيب فعلا 24 ساعة بنتعب فيه فانك تعمل لنا الاعجاب واللايك للفيديو تنشر الفيديو عايز اوصل صوتي للعالم كله عايز اوصل رسالتي للعالم كله فارد تشارك الفيديو مع الاخرين كمان يا جماعة ما تنساش الاشتراك في القناة اللي بيتفرج وما بيشتركش مش هيجيلك اي اشعار من القناة فارد تدوس على الزرار اللي تحت الفيديو المكتوب على اشتراك. ليصلك كل اخبارنا لحظه بلحظه يلا بينا نبدا نشوف ايه اللي معانا النهارده قبل يا جماعه ما نبدا نقول التقرير اللي معانا انا عايزك تقرا ثلاث عناوين اول عنوان ده بتاريخ الامس احنا اليوم اربعة عشرة الفين تلاتة وعشرين او اربعة اكتوبر الفين تلاتة وعشرين الموافق يوم الاربع بتاريخ يوم الثلاث الامس تلاتة عشرة مستشار ترامب السابق او مستشار رئيس الولايات المتحدة السابق بيقول جنود كييف او جنود العاصمه الاوكرانيه يستسلمون بالجمله للجيش الروسي وده خبر خطير يعني لما مستشار امريكي يقول كده فاذا عنده ما يؤكد هذا وانه يكتب ده في الجرائد الامريكيه وان جنود كييف يستسلمون للجيش الروسي بالجمله فإذا في شيء فعلا يقول ان الجيش الروسي بيتجه نحو العاصمه الاوكرانيه كييف، معانا كمان هذا الخبر مدفيد اللي هو نائب رئيس الامن القومي الروسي بيقول ايه؟ يبشر اوكرانيا بخبرين جيدين وبيستهزأ ده كان 4 اكتوبر عشر 4/10/2023 او يوم الاربع 4 اكتوبر. فهنا بيقول لك ان كتب نائب رئيس مجلس الامن الروسي ديمتري ميدفيد عن خبرين جيدين وبيستهزأ بروسيا وبيقول لها بيستهزأ باوكرانيا وبيقول لها خبران جيدين لنظام كييف او نظام اوكرانيا اولا اعترف رئيس مجلس المجلس الاوروبي بان اوكرانيا ستنضم للاتحاد الاوروبي بحلول عام 2030 فهو هنا بيتريق عليهم لان كان المفروض ان هم هي يعني هينضموا للاتحاد الاوروبي السنه دي او كمان من السنه اللي فاتت فالاتحاد الاوروبي خلاها 2030 وهنا بيقول لهم ان يعني ما يعني ان الاتحاد الاوروبي يعتقد ان دوله اتباع بنديره ستستمر حتى ذلك الحين يعني بيتريق عليهم ان هم فاكرين ان هيبقى في حاجه اسمها كييف واوكرانيا لغاية آه 2030 وطبعا ده معناه بيقول انها تكون كييف واوكرانيا مش موجودين على الخريطة او هتبقى بقى اراضي روسية او افهم ما بين السطور آه ثانيا بيقولها لاول مرة في التاريخ الولايات المتحدة يتم اقالة رئيس مجلس النواب وفعلا امبارح اول مرة في تاريخ امريكا بالكامل يحصل تصويت على رئيس مجلس النواب انه يعزلوه وتم عزله بالفعل بسبب ان هو تعاطفه مع سلطات كييف وحاول ان هو يعمل تنازلات في الميزانيه علشان يمول اوكرانيا بالاسلحه زياده، فتم عزله ودي اول مره في التاريخ فده معناها ان مجلس الشعب او الكونجرس او مجلس النواب الامريكي لا يدعم مساعدة كييف تاني ومش عايزين يساعدوها لدرجة انه عزلوا رئيس مجلس النواب وهنا واشنطن تايمز بتقول الارهاق الغربي يشكك في دعم اوكرانيا حتى النهاية لان الغرب حصل لهم ارهاق واستنزاف مالي غير عادي فشكلهم مش هيقدروا يكملوا حتى النهاية وده جاي في واشنطن تايمز وبتقول كده ومعناها ان الغرب هيبيع اوكرانيا خلاص مش قادر يقف كل التسع او 30 دوله اللي موجودين في الاتحاد الاوروبي وعلى راسهم امريكا مش قادرين يقفوا قدام روسيا في هذا الاستنزاف المالي والسلاح والغلاء ومفيش غاز ومفيش حبوب والدنيا كلها بسبب روسيا. وروسيا نفسها خدت القرار اللي هو انا بقى هفضل هستنزف نفسي ليه وكده وابتدت تعمل اعادة للتعبئة كمان وعايزة تضم بعد شهر الشهر اللي جاي مية الف جندي تاني وهتعمل نظام حاجة اسمها تجنيد اجباري فروسيا بتعد اللي هو بقى ايه السقوط العظيم يعني لكييف او لاوكرانيا ومعانا هذا التقرير الهام جداً آه كمان برضو قبل ما نبدا آه الدفاع الروسي اليوم ده الكلام ده 4/10 أو 4 أكتوبر 2023 تعلن القضاء على أكثر من 500 جندي أوكراني وإسقاط 74 مسيره وتدمير مستودعات الأسلحه كل ده في إمتى؟ في يوم واحد يا جماعه في يوم واحد وأهو أعلنت وزارة الدفاع الروسيه القضاء على أكثر من 500 جندي أوكراني خلال اليوم الماضي خلال يوم واحد اللي هو خلال يوم ثلاثة اكتوبر واسقاط كذا واسقاط مقاتله مج 29 و 24 و74 مسيره وتدمير مستودعات للاسلحه والذخيره وكل اللي احنا شايفينه ده في خلال اليوم الماضي في خلال امس وطبعا ده معناه برضو يعني تطور كبير فيما ستفعله روسيا. طيب نقرا التقرير اللي معانا بقى في دقيقتين وركز قوي فيه ويعني اقرا وافهم ما بين السطور. تشهد الجبهات القتاليه في اوكرانيا تطورات ميدانيه متسرعه متسارعه حيث تتكرر حالات استسلام جنود اوكرانيين للقوات الروسيه. يعني ده بيدعم الكلام بتاع المستشار الامريكي. وقد اشار مستشار الرئيس الامريكي السابق دوجلاس الى تزايد حالات الاستسلام هذه وتوقع استمرارها. هنقول بقى يعني ايه اللي خارج او اللي نستعرضه من هذا تزايد اولا تزايد حالات الاستسلام للجنود الاوكرانيين الي الجيش الروسي وتاكيد ان وجود العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر استسلام جنود اوكرانيين للروس توقع استمرار تزايد حالات الاستسلام هذه في الاشهر القليله المقبله. يعكس ذلك تدهور المعنويات وانهيار الروح القتاليه لدى الجنود الاوكرانيين. لو جينا درسنا ما هي اسباب استسلام الجنود الاوكرانيين؟ اسباب استسلام الجنود الاوكرانيين الى الجيش الروسي ان وجود عناصر اجنبيه تدير العمليات القتاليه بعيدا عن الجبهات انعدام الثقه ما بين الجنود والضباط القاده الاوكرانيين تفكك التشكيلات العسكريه الى مجموعات صغيره لتفادي التمرد ارسال الجنود الى معارك محفوفه بالمخاطر دون دعم كافي لهم طيب انعكاسات استسلام الجنود ده هتبقى ايه على هذه الحرب قد يؤدي استسلام اعداد متزايده من جنود الجيش الاوكراني الى اضعاف القدرات الدفاعيه والهجوميه للجيش الاوكراني زياده الضغط على الخطوط الاماميه مع تراجع التعزيزات البشريه دفع اوكرانيا لقبول تسويه سلميه اقل ملائمه لوقف القتال تشجيع روسيا على مواصله حملتها العسكريه لحسم المعركه ودخول كييف واحتلال العاصمه الاوكرانيه بالكامل تكشف تصريحات المستشار الامريكي عن تدهور خطير في معنويات الجيش الاوكراني ما قد يهدد بانهياره امام الجهات الروسيه المتواصله الى السعي على احتلال العاصمة الاوكرانية كييف وستتوقف مصير الحرب على مدى قدرة اوكرانيا على معالجة هشاشة وضعها العسكري والحفاظ على تماسك قوتها في مواجهة الضغوط الروسية المتصاعدة وده معناه ان طالما في استمرار في استسلام الجنود الاوكرانيين يوميا وفي فيديوهات بتثبت هذا يوميا ان وكمان قلنا العناوين ان ما خلاص ما فيش دعم تقريبا او الدعم هيبدا يقل او الغرب هيبيع اوكرانيا فده معناه تطور غير عادي في هذه الحرب واحتمال ان روسيا تقتنص هذه الفرصه لان الحرب الدائره ما بين روسيا واوكرانيا بتشهد عديد من التطورات المتسارعه خلال الفتره الماضيه اولا تراجع الدعم الامريكي ورفض الكونجرس الامريكي تخصيص اي اموال لدعم اوكرانيا في احداث في احدث ميزانيه اقرها في خطوه اعتبرتها اداره بايدن غداره وخيانه، يعني حتى بايدن ما قدرش على الكونجرس لدرجه شالوا الرئيس بتاعه. إن الحزب الجمهوري عزل رئيس مجلس النواب لموافقته على الميزانية بدون بزيادة دعم أوكرانيا. كمان تراجعت بالنسب والإثباتات تراجعت المساعدات الأمريكية لأوكرانيا بنسبة 73% خلال الشهرين الماضيين. يعني لو أنت قارنت اللي كانت لو لو مثلاً هنقول أمريكا كانت من شهرين بتدي م م م م ألف دولار مثلا أو 100 مليون دولار مساعدات في الشهر أصبحت 27 مليون بدل 100 مليون وسبعين في 73% خفض تخوف أمريكي وأوروبي من انقطاع الدعم الأمريكي وتداعياته على مجريات الحرب أكد البيت الأبيض استمرار دعمه لأوكرانيا رغم تقليص المساعدات طيب انعكاسات تراجع الدعم الامريكي بيحصل ايه؟ قد يضعف الجيش الاوكراني ويحول دون تحقيق اهدافه العسكريه ويقوم بالاستسلام المتزايد يوميا. قد يشجع ذلك روسيا على شن هجوم واسع لاحتلال مدن اوكرانيه جديده والدخول مباشره الى العاصمه الاوكرانيه كييف. قد يؤدي الى تزايد نفوذ روسيا وحلفائها في اوروبا على حساب التاييد الغربي لاوكرانيا. هنا في محاولات أوروبية، طب أوروبا هتسكت ولا هتحاول تسد الفجوة اللي حصلت؟ في محاولة لسد الفجوة الناجمة عن تراجع الدعم الأمريكي قام الاتحاد الأوروبي بعدة خطوات، إعلان الاتحاد الأوروبي عن حزمة مساعدات مالية لأوكرانيا بقيمة 5 مليار يورو، والتأكيد على أن العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي هي أقوى ضمانة لأوكرانيا. وقيام وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي بزيارة كييف او اوكرانيا للتأكيد على الدعم المستمر. انعكاسات الدعم الاوروبي ممكن تعمل ايه؟ قد يساعد الدعم المالي الاوروبي اوكرانيا على تغطية بعض بعض احتياجاتها العسكرية والمدنية، لكن من غير المرجح أن يحل الدعم الاوروبي محل الدعم الامريكي المتراجع كونه أقل قيمة وحجما بكثير. مخاوف من تفشي الفساد وكشفت تقارير أمريكية عن مخاوف متزايدة بشأن ارتفاع مستويات الفساد داخل حكومة زيلينسكي وداخل أوكرانيا بشكل يهدد الجهود الحربية عدم استجابة الحكومة الأوكرانية لمطالب أمريكية بمحاكمة بمكافحة الفساد مخاطر تسرب المساعدات العسكرية نتيجة الفساد وانعكاسات تفشي هذا الفساد قد يؤدي تفشي الفساد الى اضعاف الجهود الحربيه وهدر المساعدات. قد يقوض ذلك شعبيه زيلينسكي ويبرر المطالبه بوقف الدعم لاوكرانيا وقد تتردد الولايات المتحده وحلفائها في تقديم مزيدا من الدعم لحكومه فاسده. النقص الحاد في صفوف الجيش الاوكراني ده احد الاعتبارات اللي ممكن تضهر يعني تتدهور بها الحال داخل اوكرانيا وتستفيد منها روسيا ان هناك نقص حاد في صفوف الجيش الاوكراني، اقرت اوكرانيا قانونا يلزم الرجال الاكبر من 45 عام بالخدمه العسكريه لمواجهه النقص الحاد في المقاتلين. تشير التقديرات إلى تراجع عدد سكان أوكرانيا بنسبة 30% منذ بدء الحرب يا جماعة بيقولك أن أوكرانيا كانت في حوالي 34 مليون نسمة دلوقتي وصلت تقريبا ل 20 مليون نسمة أو ل 21-22 مليون نسمة ده معناها ان فيها تقريبا 10 مليون او 11 12 مليون يعني تقريبا 30% من الشعب الاوكراني مش موجود مش معناها ان كلهم ماتوا ولكن ما احنا شفنا شعب اوكراني استسلم لروسيا ودخل روسيا وشعب راح رومانيا وجزء سافر راح اوروبا وجزء هنا وجزء طبعا مات وجزء مات في الحرب وجزء مات من المدنيين وجزء استسلم كجيش اوكراني ف 30% بلد تخسر 30% او ينقص 30% من عدد سكانها طبعا هتأثر في كل حاجه وهتأثر في اعداد الجيش واعداد المحاربين وكل شيء وحذرت تقارير من احتمال نضوب الرجال القادرين على القتال في اوكرانيا مش هيلاقوا رجاله تحارب خلاص انعكاسات النقص في المقاتلين دوت سيؤدي إيه الى اضعاف قدرات اوكرانيا الدفاعيه والهجوميه على المدى المتوسط خلاص اللي هو الشهرين ثلاثه اللي جايين قد يدع يدفع اوكرانيا لقبول تسويه سياسيه اقل ملائمه لوقف الحرب وتجنب استنزاف قواها واللي هترفضه روسيا لما تلاقي اوكرانيا ضعفت وخضعت هترفض بقى السلام وهتخش مره واحده. قد يشجع الوضع الديموغرافي المتدهور روسيا على مواصله الحرب لحسمها لصالحها وبرده احتلال ودخول العاصمه الاوكرانيه كييف. يعني كل ده بيؤدي إلى حاجة واحدة، وعلى الرغم من تأكيدات البيت الأبيض باستمرار دعمها لأوكرانيا إلا أن التطورات الأخيرة تشير إلى تراجع حقيقي في حجم هذا الدعم الأمريكي لأوكرانيا، وفي ظل محدودية البدائل الأوروبية فإن ذلك قد يؤثر سلباً على فرص أوكرانيا في صد الهجوم الروسي وتحقيق أهدافها العسكرية والإقليمية خاصة مع تفاقم المشكلات الديمغرافية وانتشار الفساد وستظل مسارات الحرب مرهونة بمدى قدرة أوكرانيا على الصمود في وجه هذه التحديات الداخلية والخارجية وسيكون في حالة عدم الدعم السقوط العظيم وطلب الرحمة من روسيا إذا تم هذا فهذا هو يعني نقول إيه عين الحدث ان الدعم الامريكي لما قال له هيفضل كده والدعم الاوروبي خلاص مش قادرين ومش طايقين وشعوب الاوروبيه يعني عامله ضغط على الرؤساء الدول الأوروبية فبالتالي هيبقى كل ده والتدهور في وانتشار الفساد والتدهور داخل أوكرانيا من ما فيش جنود يكفي والاستسلام العسكري أو استسلام الجنود الأوكرانيين إلى روسيا كل ده سيجعل السقوط العظيم قريبا وطلب الرحمة من روسيا وهذا هو يعني أهم تقرير وأخطر تقرير عن الحرب عن إجمالي الحرب الأوكرانية الروسية في خلال السنتين الماضيين، واللي بيقول لك المؤشر القادم هيكون شكله إزاي والخريطة القادمة والبروتوكولات القادمة. هتبقى عاملة ازاي وهنشوف طبعا احداث كبيرة جدا خلال الشهور او الاسابيع القادمة القليلة ربنا بقى يعدل هذا ويعدينا من هذه الحرب ويخرجنا من هذا العصر الغريب والعصر اللي ال 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 كل حاجة فيه ما فيهوش حاجة بصراحة مفرحة لدرجة احنا ما بقيناش عارفين نجيب الاخبار ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه, ولا إيه. ربنا يتولانا برحمته الواسعة ودايما نقول اللهم نستودعك الارض ومن عليها من فضلك عشان خاطرك انت مش عشان خاطر انا تكتب هذا كمان ما تنساش يا جماعه توصيل هذه المعلومات نعمل ثقافه عربيه خبريه نوصل هذه المعلومات الى كل العرب فشير وشارك وانشر هذا الفيديو كمان ما تنساش الاشتراك في القناه ليصلك كل جديد الى حين ان نلتقي اترككم في رعايه الله وامنه انتظروا الفيديوهات القادمه الهامه والسلام ختام على الجميع